بصوا يا جدعان، طبعا انا ما نزلتش فيديو امبارح والله العظيم لاسباب يعني شخصيه وكده، لان انا كنت مصدوم يا جدعان من اللي بيحصل والله العظيم. شكرا على الريتش الحلو، شكرا على الناس الحلوه اللي بتدعمني ودعمتني من البدايه. ايه ده، انا ما كنتش اتوقع كل ده والله. لا انا كنت قاعد يا جدعان اليوم كله مصدوم كده، هو ده اللي اخرني والله العظيم. فشكرا لكم يا جدعان، وشكرا لكل واحد بيعمل لايك واشتراك، وانت هتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. النهارده بقى يا جدعان في تفتيح الباكجات انا بيبقى حظي زي الزفت، فجبت النهارده واحد حظه ازفت مني تمام يفتح معايا الباكجات. تمام يا دريجز معايا؟ طب ليه كده يا صاحبي؟ ليه كده؟ انت ليه كده؟ ما تعرفش ان انا ملك الحظ في اللعب ولا ايه؟ ما بص يا جدعان، يعني لو واحد حظه وحش وواحد حظه وحش هيطلعوا حظ حلو. تمام، فيلا بينا نخش اول فتحه معانا يا جدعان، لان احنا النهارده هنلعب ايه؟ هنلعب بطوله يا جدعان مع بعض. بس هنفتح شويه الباكجات دول ونخش على البطوله. كنتوا عايزين جيم بلاي فيفا، فانا هوريكم النهارده الكسره يا جدعان. يا رب لاعب، يا رب حارس المرمى، يا رب شنشفيشك يا جدعان، يا رب حارس المرمى، يا رب حارس المرمى، يا رب يا رب. افتح حارس المرمى. كان العالم بتاعه ايه؟ فكرني بسرعه. والله ما فاهم. ارجنتين، ميسي. ارجنتيني ميسي يا اسطى. وريني مين يا جدعان، يا جدعان مليون سالس. مليون يا اسطى، مليون والله معايا مرتين. ما هو ده اللي انا كسبته يا اسطى، انا مش عايز اقول لك ده اللي انا كسبته من المقايضه بتاعت امبارح. فصباح الفل. اقسم بالله. اه والله هو ده. انت ضحكت عليا وقلت لي ده ب 800. ما هو سعره هينزل ل 800. صباح الفل، الناس كتيره قوي معاها، فسعره هينزل ل 800. فدلوقتي يا جدعان عادي جدا، مفيش اي حاجه. تعالوا نخش على البريمير ليج. حلو حلو. ايه ده؟ ده لاعب 70. ثانيه بس كده، ده لاعب 70. صباح الفل. توتنهام. هاري كين. اديني يا اسطى هاري كين. كام؟ ايه نص؟ ايه نص مليون؟ ايه النسخه المعفنه دي؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ الفلوس راحت؟ ايه عليك صح؟ ايه ده؟ لا يا جدعان بس متفائل، لسه معاك سنه دي، لسه في لاعب 93 انا مخبيها عليكم لحد دلوقتي، لسه هنروح نبتاع بعدها. يلا لسه في لاعب اهو 89. رامز ديل كمان. اورتيجا ما بيلعب. 200,000. 190,000. 180 يا اسطى. رامز مش هيتباع كمان، خلي بالك. رامز ماشي، هو استنى بس، هو اورتيجا بيلعب فين بس عشان نسيت. دلوقتي بقى يا جدعان احنا هنروح على تصريح النجم، نفتح الباكج ال 93، بس هنفتح ال 86 الاول يا جدعان. 86 الاول تمام، دي بحظك انت يا دريكس. 86 ده بحظك انت وبحظ المتابعين وحظ اي حد هيدوس لك يا جدعان. روح يلا. روح بسم الله. ابلع. ماشي تيم اوف ذا سيزون. تمام، برازيل. برازيلي نيمار. لا نيمار ايه اللي هيجيب نيمار هنا؟ اسمعي ماشي. كم؟ 180 170. والله جاينا والله بقول لك 86 بالظبط، فاهم؟ خد يعني لاعب 86. ماشي خد. هيطلع لي من هنا مين بقى؟ روقان هنا. انا متفائل بقى من هنا. ارجنتين اس تي سترايكر. با 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 مارتينيز ده جامد. با 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 5 مليون في الجيم. 5 مليون يجيب. لا 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 استنى. تمام انت بتقول يا ابني اللعيب، ما ده يتحط يا ابني في التشكيله، ده انا مش هبيعه اصلا، ده يتحط في التشكيله. عندك مين سترايكر؟ عندي ديفو سترايكر يا جدعان عندي. تمام حط لي مارتينيز. ثانيه يا جدعان، نشوف مارتينيز الاول هينفع يتباع ولا سعره هينقص عن كده. هو فين مارتينيز؟ تعالى. هل هينفع يتباع؟ طب حلو قوي قوي قوي، مفيش منه نسخ كتير يا جدعان. بصوا بقى يا جدعان، تحدي البوتوم فتح بقى دلوقتي، لان احنا دلوقتي حاليا الساعه 2 تمام، فاحنا في اخر يوم في البوتوم. تمام، انا معايا برضو بوينتات على قد كده بصراحه، ولعبت اول جوله، فاحنا نخش على الجوله الثانيه والثالثه لحد ما نشوف احنا هنخسر امتى بصراحه. فاللي هيحصل ان انا هجيب لكم ملخصات الماتشات اللي انا هلعبها يا جدعان ضد الناس، لان في ماتشات كتيره بصراحه. فيلا بينا يا جدعان، ليتس جو. ايوه ده على طول. يا رب واحد بوت، يا رب واحد بوت. مين اوه جامد قوي يا جدعان، جامد قوي. يلا يا جدعان نخش نكسره مع بعض ونرجع لكم. يلا بينا نشوف الملخصات واللي جوان مع بعض. حلو قوي. نقول اول جون مارتينيز يا جدعان، حته ارتو كده جامده. اول جون يلا بينا يا جدعان نكمل. يلا ده البدا... لا ده بينزل لي فيرنر يا جدعان، بينزل لي والكسندر ارنولد. لا انا هخاف بصراحه يا جدعان. يلا بينا. قول لي دلوقتي يا قول لي بيشوط في صاحبه فيرنر. تمام
تمام، واحد واحد يا جدعان. الواد هو بوت، الواد بوت بس شقي، واخدين انتوا بالكم من الحته دي، هو بوت بس شقي، بس قشطه هعوض يعني، مفيش مانع عادي جدا. لسه الماتش طويل يا جدعان، احنا لسه في الدقيقه 15. يلا اجرى كوليه، ايوه حطها تاني، ودي اللي تحت، طلع اللي ده، حلوه، خش يا مارتينيز، خش يا سيدو، ايوه عايز حته ارتو بقى جامده بقى، جابها جابها، شالها شالها شالها، تمام تمام لسه لسه هنعوض يا جدعان. خش رزعه التاني، رزعه التاني، عاش قوي، عاش عاش عاش. الهجمه من اولها جميله يا جدعان، الهجمه من اولها جميله قوي والله العظيم، جميله قوي قوي قوي. 2-1 2-1. هو الواد بوت يا جدعان، بس برضه هو بيعرف يلعب، بيعرف يلعب سيكا بصراحه. ايوه اداله تاني، خد لفها له في الجون بقى يا مارتينيز، بقى لفها له في الجون يا جدعان. تقريبا يا جدعان اللي جايب الهاتريك هو مارتينيز يا جدعان، اللي احنا لسه كاسبينه اصلا. تمام، لا 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 لا، مهاجم مهاجم رائع، مهاجم رائع بصراحه والله العظيم، مهاجم جميل قوي، ما قصرش لحد دلوقتي. لو قصر او ضيع كوره هيطلع بره التشكيله على طول، هيتباع على طول يا جدعان. واديله بقى، اديله بقى، اديله الرابع، اديله الرابع يا سيدورف، اديله الرابع يا سيدورف، اديله الرابع. هو بس الواد جاب فيها جون فاهمين يا جدعان، فحب الموضوع بشكله كده والله العظيم. بس عاش يا سيدورف، عاش سيدورف، مارتينيز، نيمار، دي ماريا، الرجاله دول يا جدعان مقفلين الملعب بصراحه. ما هفكك بقى من الدفاع، هو يعتبر ما فيش دفاع وما بيعديش اصلا والله يعني. بص كده الهجمه دي، بص 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 الهجمه، بص الهجمه، بص الهجمه، بص الهجمه الخامس، اديله الخامس يا نيمار، خمسه في خمسه بخمسه، عاش قوي يا نيمار، عاش قوي يا نيمار، عاش قوي يا رجاله التشكيله، بسم الله ما شاء الله. اللي انت الناس قالوا لي بيع صاني وهات نيمار، ده ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده في عالم تاني، في كوكب تاني حرفيا يا جدعان. 5-1، يلا بينا نكمل. نخش النمار، نخش النمار السادس، السادس السادس، لا وربي مستحيل هالشيء ابدا، مصايح وربي مستحيل يا جدعان. ايه ده، ايه الماتش ده، ايه الماتش ده، ايه الماتش ده، 6-1. انا عايز اشوف مين اللي جاب الاجوان بصراحه. هو الماتش خلص تمام، تعالوا نشوف الاحصائيات مع بعض يا جدعان، تعالوا نشوف الاحصائيات مع بعض. رايح بديماريا، رايح بديماريا، تفتكروا هيجيبها؟ حط سيدورف، ادي سري، يلا على طول طلع جورجينو، ادي لنيمار، عاش قوي نيمار، مرتده، هنعمل مرتده بقى، مفيش حد يا جدعان فاتح مع نيمار. طيب اداي ودال ده، شوت، جون اول جورجينو، عاش يا جورجينو، عاش قوي يا جورجينو، لا 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 جامد 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 جامد. بس الواد بيلعب، الواد ما ننكرش ان الواد بيلعب يا جدعان، ما ننكرش ان الواد بيلعب. يلا بينا نكمل، نبعت الكرة، خش التاني، التاني، يا ريتني كنت كملت شوية، يا ريتني كنت كملت شوية والله العظيم. ده الواد الصغير برضو تاني بكوادي، حلو، لسه لسه فيه، شو شو التاني، التاني، روس يا جدعان، روس يا جدعان، ولا اي يعني، ما انت اي حاجة دلوقتي، انت اي حاجه دلوقتي، اهم ان اهم حاجه ان احنا جبنا التاني. عاش 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 والله العظيم، احنا بنكسر العيال حرفيا، احنا بندوس على اي حد يقابلنا. اتحكلوا لا ايه، اتحكلوا 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 اتحكلوا، ايوه اتحكلوا تاني، اتحكلوا تاني، نتحكلوا تاني، ادي النمو، عاش، نتحكلوا تالت يا جدعان، نتحكلوا تالت، اخر هجمه، اخر ركنيه، احطها لك وادي، جون جون، التالت 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 التالت، عاش عاش، مستحيل يعوض، خلاص خلصت 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 خلصت، الماتش مات يا جدعان، الماتش اتقتل يا جدعان، الماتش اتقتل يا جدعان. الواد روس ده صانع الالعاب ده جامد قوي،
جامد قوي يا جدعان، افضل صانع العاب طلع من الماتش. اتصال انترنت الخاص طلع من الماتش يا جدعان. يلا بينا نخش على النص النهائي على طول، هيبقى فضلنا نص النهائي والنهائي يا جدعان، ان شاء الله نكسبهم. يلا بينا. الواد ده لازم يتشط عليه من بره، انا مش عارف اعدي الدفاع. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، اتفرج يا عم، عدت ازاي مش فاهم والله العظيم، عدت ازاي والله العظيم ما فاهم. اتفرج، بص بص الاعاده اهي، كره ليا. مين بقى ده؟ ده هيتباع سكه ودغري. الواد ده هيتباع تقريبا. كواد يا جدعان، تقريبا كواد هيتباع. تمام والله العظيم لما اجيب كومان لابيعك انت، مع اني كنت ناوي اسيبك، بس اقسم بالله هتتباع انت. تمام، محتاج معجزه يا جدعان اكسب يا جدعان والله العظيم. يلا بينا. عاش يا مارتينيز، عاش قوي اقسم بالله يا جدعان، عاش قوي. يعني افضل مهاجم كسبته، افضل مهاجم حرفيا كسبته يا جدعان. الواد طول البطوله بقى هو اللي جايب، يعني هو اللي بيجيب معظم الاجوان يا جدعان. وفي ماتش السته يا جدعان هو جايب هاتريك، ماتش السته جايب هاتريك. لا 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 لا، جامد قوي، جامد قوي، جامد قوي كمان. تعالى كده يا سن، تعالى كده يا سن، الكره طلعت والله العظيم. صفر يا حكم، لا يا جدعان حرام، يا جدعان يا جدعان حرام حرام حرام. ازاي تعدي من الدفاع يا جدعان؟ يا سيدورف يا اما انت مش شغال معايا ليه؟ طيب انا ما شفتكش طول الماتش اصلا، والله العظيم ما شفته طول الماتش اصلا يا جدعان. تعالوا كان نشوف التشكيله، الماتش خلص خلاص، ما سيدورف محطوط اهوت يا جدعان. ما انا بلعب من غيره يعني ولا ايه؟ مش فاهم والله يا جدعان. على الشوط الثاني، الشوط الثاني 4 دقايق اهي. اوه ما تضيعش وقت بالله عليك، ما تضيعش وقت بالله عليك، ما تضيعش وقت. خلاص يا جدعان، خلاص خلاص خلاص. جات لي كام هجمه والله العظيم حلوين يا عم. شيشي يا عم، جاء وهجمه جورجينو يا جدعان، ازاي ما تدخلش جون؟ ازاي ما وهجمه روس يا جدعان في بدايه الماتش، ازاي دي كمان ما انسحاب يا عم. فين الباكج ب 10؟ انا معايا كام؟ معايا يعني هفتح. يا رب يا رب مبابي او كريستيانو، يا رب يعوضوني، يا رب يعوضوني، يا رب يعوضوني. ها حلو حلو. منين؟ لا لا انجلترا، لا 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 حارس كمان ايفرتون. لا لا يا عم، لا يا عم، لا يا عم، انا عايز فرنسا او البرتغال او السنغال او كوريا بس كده. يلا يا جدعان. ها مي مي؟ لا لا لا، دي بولندا دي تقريبا، صعب تقريبا. لا يا جدعان، يا رب فرنسا او البرتغال او المانيا او السنغال حتى، يا رب يا رب. ها علم ايه؟ علم إيه؟ فرنسا. تمام، ايه ده؟ ايه يا عم انت الحوارات دي كلها على ايه يعني؟ مش فاهم انت 82 يعني. يا رب يا رب، اخر باكج يا جدعان، اخر باكج يا جدعان، اخر باكج. يا حلو فرنسا تاني هرب. لا 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 لا، حرام حرام يا جدعان والله العظيم، حرام يا جدعان. مبسوط على ايه ده؟ مش فاهم بيبص لي كده ليه يعني؟ بص لي كده ليه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ انا كسبت كل حاجه الا هم، الا اول صف يا جدعان، كسبت كل حاجه الا اول صف والله العظيم. حرام يا جدعان، حرام حرام حرام. بس كده كونفيد نارد خلص معانا يا جدعان، والبطوله دي قفلتني والله العظيم، قفلتني يا جدعان بامانه، قفلتني. تعالوا في حاجه هتفرحني وحاجه اتباعت تقريبا، حاجه في حاجه هتفرحني. تمام 161,000. تمام يا ريتك ما قلت لي والله العظيم. اشوفكم على خير فيديو جديد حبيب قلبي واخواتي، وقولوا لي ايه رايكم كده في التشكيله يا جدعان، بعد ما كسبت مارتينيز يا جدعان ودخلنا جربناه مع بعض. قولوا ايه رايكم في التشكيله، وبيس اوت، مع السلامه.